يعني يا اخويا جاي على ميعاد الاكل عيد ايه الدناوه دي؟ ربنا ما يقطع لك عدا يا عثمان يا اخويا. يوم العز ما عندك التانية ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. انت طيبة يا استاذ حفيظ. تعالوا يلا يا عيال عيدوا على عموك العمدة وادعوا له ادعوا له وربنا يكبر بخاطره كده يلا خدوا منه العيدية. لا مش هدي حد حاجة ما كفاية الطفح ده كله العبوا عيد يلا العبوا عيد يلا يلا يا أولاد روح. يا أهلا يا أهلا يا دي النور. كل سنة وانتي طيبة يا سلفيتي والسنة الجاية ان شاء الله يا اختي تكوني شايلة عوضك كده على ايديكي. ندرن عليا ندرن عليا لو حصل يعني لو حصل وما امسي دي السيح لكون ده بحالك ذبيحة انما ايه ذبيحة بحق وحقيقي ربنا يجعله عيد مبروك علينا جميعا. انت يا اختي لما عارفة ان قرايبك مش جايين ايه ده كله ليه كده هي غرامة وخلاص. يا ام دي البركة في اللي موجودين ربنا يديم العز. كل يا عمدي. لا انا والشيف. كل. يلا بسم الله. يلا كل كل يا علواء. سيب يا عمدي انا هقطع لك اني ما تمديش ايدك انت ما تزفرهاش. خد. وانت خلصي وقعدي لي جوه. كل يا حبيبتي. كل بالهنا والشفا. تعالوا عامل يا استاذ حفيظ. قول انت بقى فصص لي. كل سنه وانت طيب يا عثمان. وانت طيب وفرحان اقعد كل فين العيديه. لما اكل اديك العيديه اقعد كل. كل سنه وانت طيب يا حفيظه. اهلا يا اخويا كل سنه وانت طيب. كل يا اخويا كل. قلت له يعني خلاص بعد ما تعبتنا دلوقتي الجدي ده عاجبك؟ قال عاجبني بس قال ودنه مقطوعه. قلت يا راجل ودنه مقطوعه انت راح تشغله في الاذاعه؟ بيتي يا حنان. يا نعمين يا ستي اجري جيب لنا قمعين حلاوه. يلا يا بت بلاش حسواكه فراري. يا بوي يا بوي على الناس اللي ما عرفاش ربنا ولا خايفه منه دي اناس اللهم ان لم تهديهم فخذهم يا رب يا رب يا رب. الناس الفاجره دي تاخدها يا رب يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتي بقى إني كان عندي حق لما قلت لك أتجوز وما قلتش كده يعني غية في الحريم ولا حاجة بس عشان فهمه واللي قالته. يما نفسي أكسر نفسي. نفسي أنشف الضحكة اللي على طول مطلوقة في حال إيه دي. ما هو اللي ينشف ضحكتها دي إنك تجيبي العيل تقوم هي تتنقط وتعرف إنها لا هتطول أسود ولا أبيض. أنت عايز إيه دلوقتي يا عثمان؟ يوهو هو احنا اللي نقوله نعيده؟ ما قلتلك لازم اتجوز. ولازما ليه يا اخويا؟ ما نشوف اي صرفه تانية. يا حفيظه هنضحك على بعض. يا بنت الايام بتجري والسنين بتفوت. هنت عليك يا عثمان. هنت عليك العشره. ولا عمرك تهوني ابدا. يا بنت افهميني. انا وانتي ملناش غير بعض. واني وانتي نعتبر واحد. يعني أنا بقيتك وإنتي بقيتي وملناش أي حد في الدنيا غير التاني. وأخويا علوان زي ما أنت فاهمة يتمنى إن أنا أموت النهارده قبل بكره عشان يورث. وإخواتك المقاطيع دول اللي واقفين في ظهرك وعاملين إنهم حامينك يتمنوا اليوم اللي تروحي فيه. إيه بقى اللي يرجع كل دول عن اللي في نيتهم؟ حاطط عينك على مين يا عثمان؟ شوف برضه الوليه تقول لي حاطط عينك. يا بنتي انا مش بقول الكلام ده طمعا في الحريم، انا بقوله عشان الصالح. ايوه يعني مين؟ يعني ايه رايك في البنت فاطمه؟ فاطمه مين؟ فاطمه مين ايه؟ فاطمه اللي بتخدمك تحت في الدوار. عايز تتجوز خدامتي؟ عاوز تعمل راسها براسي؟ عاوز تخلي مقامها من مقامي؟ لا هتفضلي انتي ست الستات. وهي بنت البتات. يعني انت تقولي لها يا بت هي تقولك يا ست. طب دي متجوزة؟
متجوزه يا عمد ولا دي كمان ما تعرفهاش؟ يا ست انت بس قولي اي ومالكيش دعوه بحاجه، كل حاجه سهله في ايدينا. هتطلقها من جوزها يا عمدي؟ يا بنت افهمي، دي عيله وحدانيه، يعني لا عيله ولا ظهر ولا سند، يعني يوم ما تخلف وناخد منها ابنها محدش هيقف ليها ولا يطالب بحقها. قلت ايه؟ توافق. البت تحت واني فوق تعبان. انت يا بنت نعمل يا ست نعمل. انت بتعملي ايه؟ انا خلصت كل اللي وراي. طب اتفضلي اكنسي المطبخ. حاضر يا ست. والله كنست. سيب البتاع اللي انت بتعمليه ده. سيب ايه يا ست؟ سيب المكنسه اللي في ايدك دي. تعالي نضفي لي الفرن. حاضر يا ست. حاضر. عنك يا ست. حواف طلعتي ليه؟ شوف حول عليه. أنا مانيش رايحة أدور لهم تديه تاني. أدلة إيه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجة. أنا مانيش رايحة أدور لهم تديه تاني حتى لو فيها موتي. بس كده. بس. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ حواليه حواليه غير يا رب. مش كفايه بقى يا رب ذلي ولا ايه؟ كفايه يا رب. انت ما بترضاش بالظلم ابدا يا رب. انت رحمن رحيم. اكتب لي عليا بقى يا رب. ارحمني يا رب برحمتك. انا مش بعترض يا رب على حكمك، بس انا تعبت تعبت يا رب. يا رب ارحمني بقى يا رب يا رب. ايه اللي مرمغك في التراب كده؟ وقعت يا ابو العيلة في الارض. وقعت
ايوه ايوه وقعتي واللي يقع بيتمرمغ من كل يمني كده. طيب يبعد عنك دقيقة واحدة. ليه يا فاطمة؟ ليه كل ساعة والتانية يبعت يجيبك؟ السؤالات دي يا أبو العلم، السؤالات دي تقصد إيه؟ قصدي أنت عارفة وفاهمة والناس كلها بتحكي وتعيد فيه، وأنا حمار بإيه؟ مش فاهم. أنا أقول العم دي بقى طاري وياني كده ليه؟ هي الحدة يا أولاد بتحد في كتاكيت. لا لا لا، انت مش أبو العيلة، انت مش أبو العيلة، مش أبو العيلة. لو يجيب لي الحكيم ويبعت لي فلوس ويديكي كح يا ظالم. أنا؟ أنا نزومي فين يا صامي زي كده؟ أنت تخبلت في مخك يا راجل؟ تخبل؟ إيه؟ أنا بعد كل اللي عملته عشانك ده نزومي فين يا صامي ده يا أبو العلي؟ أنا؟ أنا شايلك أنت وأمك وعيالك في حباب عيني الجوز. أنا تتهمني تهمة زي دي؟ أنا تتهمني تهمة زي دي يا أبو العلي؟ هنت عليك فاطمي يا ابو العلي؟ ومقام السايح، ومقام السايح ما انا قاعده لك فيها دقيقه واحده يا ابو العلي. وي 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 مش هتقدري ترجعي للعمده تاني. لا انا ما رجعش للعمده يا ابو العلي، ما رجعش للعمده يا ابو العلي. انا غايره من الدنيا كلها، غايره من الدنيا كلها يا ابو العلي. ومقام سيدي الحسين يا ابو العلي ما حتشوف خلقتي تاني يا ابو العلي. يا بنتي مع الكلب ده كلب كلب. اوعى يا ابو العلي، كفايه كفايه.